بسم الله الرحمن الرحيم. معنا بعض المجاهدين المرابطين في حي الجبيلة. أخي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو الوضع في هذا الحي؟ الحمد لله الوضع ممتاز جدا، ونحن مرابطين في حي الجبيلة الصامد. بارك الله فيك. وبإذن الله نعدكم بعمليات إن شاء الله غريبا جدا، بالغريب العاجل بإذن الله تعالى. بإذن الله. بإذن الله تعالى نحن صامدون، صامدون حتى النهاية، حتى آخر قطرة من دمنا بإذن الله تعالى. ماذا توجه كلمة الألوية والكتائب من أجل أن يتوحدوا؟ والله ندعو من الله أن يوحد كلمتهم ويوحد صفهم بإذن الله تعالى، لأنه لن ننتصر إلا بتوحيد الكلمة وبتوحيد الصف وبتصفية النية بإذن الله تعالى. إن شاء الله. طيب أخي، ما هو سلاحكم؟ سلاحنا بارودة، وأثقل سلاح عندنا يوجد لدينا هو البكسيه والقاذف. بارك الله فيك. بإذن الله ننتصر بقلة ذنوبنا وكثرة ذنوب الطغاة بإذن الله تعالى. بإذن الله. بارك الله فيك. حياك الله. يعطيكم العافية شباب.